ضبطنا سعر السكر والدولة قامت بضبطه وما فيش تجاوزات، وعندما يكون فيها تجاوزات كاين إجراءات قانونية وفيه عدالة بالمرصاد. ضبطنا كذلك سعر الزيت، ضبطنا سعر السميد وما فيش تجاوزات، وكل مرة يكون فيها تجاوز ويكون فيها طمع وجشع نتاع بعض التجار إلا أن الدولة تكون ومصالح الأمنية تكون بالمرصاد. كذلك القهوة راح حتى عرف نفس الإجراء، راح اللحم اللحوم كذلك جبناها في رمضان، يعني بين عشية وضحاها اطلقنا اللحوم الحمراء سواء المجمع السوفيد ولا الأخرى الطازجة، مشات إلى السوق بالأسعار اللي أرادتها الدولة أنها تمشي إلى السوق. كذلك القهوة راح تمشي بنفس الإجراءات اللي طبقنا بها، كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على القدرة الشرائية راح نعتمدها إن شاء الله بكل صرامة، يبقى فقط سعر القهوة. كذلك فيها عمل يقام، دابور نبدأ بالعائلات، أن القهوة تستهلك الجزائريين يستهلكوا يعني 90% لها، تروح للعائلات ممكن 10%، ما نبداش ب 10%، ومن بعد نظن باللي القهوه اللي يحب يروح يربع راسه في قهوه نخليوها في الدرجه الثانيه، ومن بعد نلحق ان شاء الله، لان حتى عندنا الكيلو شحال يدير، شحال يخرج من طاس دو كافي، عندنا الاجراءات لطاس دو كافي شحال يدير، الكيلو شحال لازم يدي فيه، وحتى نسبه، خليني نقول لك حتى النسب المطبقه على لي غروسيست وعلى الموزعين تطبق على المقاهي، لان حتى القهوه نعرف الكيلو شحال يدير راح تكون عنده نسبه معينه من الربح، ويعني يلبي كذلك رغبات المواطنين اللي يفضلوا انهم يمشوا الى المقاهي باش انهم يحوسوا او يتناقشوا او كذا.